اللي احنا المطالبة. بس 25 سنه اتفضل محمد. طيب بدايه تداخلوا عادي ممتاز الحوار جميل. بدايه دكتور يعني في مؤشر مهم جدا يجب ان نقراه، غياب الشباب عن السلطه التشريعيه وعن السلطه التنفيذيه ادى الى وجودهم بكثره في السلطات الاخرى مثل سلطه السلطه الرابعه اللي هي سلطه الاعلام. اليوم لو بحثنا وشفنا وسائل الاعلام بكل البلد سواء السوشيال ميديا او الاعلام التقليدي او الاعلام الحديث راح تكتشف انه القائمين والمنفذين وحتى المؤدين لاغلب البرامج الحواريه والبرامج السياسيه واغلب الكتاب والصحفيين هم من الشباب، فبالتالي هو غاب تمثيله في السلطه التشريعيه، لجأ الى سلطه من السلطات اللي هي نحكي عنها سلطات تنفيذيه. كيف ادائهم بما انك ذكرت ادائهم عظيم صراحه. كيف ادائهم الشباب الاردني؟ الشباب الاردني يدير اقوى المحطات الاعلاميه في المنطقه العربيه وحتى في العالم، الشباب الاردني قادر على انه يقود مؤسسات مجتمع مدني. فهناك نموذجا مهما جدا احنا بنشتغل بجوز في تقاطع بعملي وبعمل بارك، احنا بنشتغل في مجال المجتمع المدني وانا تقريبا زائر ما يقارب 18 بلد، يعني من دون اي مبالغه، دائما بلاقي شباب اردنيين في رياده قدمت إدارة هذه المؤسسات. جميل. كثير بحزن، كثير بفرح لما أشوفه في الغربة، بس كثير بحزن إنه مش عم بيقدم هذا الجهد وهذه المعرفة في بلده. داخل نعم. فبالتالي غياب الشباب عن السلطات اللي هي يفترض إنها الدولة تحلوا فيها وتدخلوا فيها أدى لأنه يروح ينشط. بس يصير أطلب مجتمع شوية بس هيك بهدوء يعني سامحني على المقاطعة. بس نعطي حلول يعني هيك. جايك الحلول. بهدوء من دون ما تت يعني. تستفز فينا قاعد. الحل الأول هو تخفيض سن الترشح. كويس. 25 سنة. 25 عام هو سن مناسب. والمشاهدين الساده المشاهدين اذا بتتفقوا مع هذا السن ارجوكم قدموا رايكم حول قبل تخفيض سن الترشح. ايضا هناك ان احنا نطمح لانه يكون في حكومات برلمانيه منتخبه، هذه الحكومات البرلمانيه المنتخبه يجب ان تاتي من سياق حزبي ايديولوجي، يعني لازم يكون في ايديولوجيات عم تتنافس في البلد علشان تصل الى حكومه برلمانيه منتخبه. الملك في الاوراق النقاشيه تحدث عن رغبته بدمج الاحزاب السياسيه انها تكون فيها. طب نحكي بشفافيه. نعم. لو كان اليوم وضعنا اليوم بمجلس النواب الحالي وكانت حكومتنا من مجلس النواب الحالي نعم. شو وضعنا كان؟ صراحة المجلس ما هو قبل ما نسأل هذا السؤال يعني قبل ما نسأل كيف كان وضعنا؟ إذا إحنا هلا هيك وحالتنا مستوية الإرادة السياسية هي من أفرزت هذا المجلس، هناك إرادة سياسية بإفراز مجلس نواب ضعيف غير قادر على تمثيل الناس، هناك إرادة سياسية لديها رغبة حقيقية بإفراز مجلس نواب يعني يتم تهشيمه وتكسيره بأسرع وقت ممكن. لو أنا كدولة عندي إرادة سياسية بإني أفرز مجلس نيابي قوي، مجلس نيابي رقابي، مجلس نيابي تشريعي، انا ما بعمل انتخابات على القانون الانتخابي السابق، القانون الانتخابي السابق يعني عزز الهويات الفرعيه على حساب الهويات العامه، القانون الانتخابي السابق ما شجع الاحزاب السياسيه انها تشتغل ككتل داخل البرلمان، القانون الانتخابي السابق استثنى شرائح كبيره جدا من المجتمع الاردني ومنها الشباب انها تشارك في الانتخابات، فبالتالي انا ما بصير احكي انه تجربه المجلس النيابي الحاليه ضعيفه وانا اصلا عندي قانون انتخابي ضعيف، انا اذا بدي خلينا نشوف تجربه يعني احكي لك ليش احكي عن 89 احكي عن سلة قدم لي قانون انتخاب قوي نعم اعطيني مجلس نواب قوي اعطيني حكومة قوية ما في مشكلة قوي. قانون احزاب قوي كمان انا ما بدي قانون احزاب التافي الدكتور اليوم في عندنا ما يقارب 60 حزب في عندنا تقريبا 10 احزاب تحت الترخيص بنهاية العام راح يكون في عندي 100 حزب هذا نتحدث عن الاحزاب ولماذا لم تنضم